الواحد بيجي بيدفع مصاري عشان يرتاح ويقعد. مو هيك تعال 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 جاي. بتحكي معي؟ لا حبيبي، بحكي مع السمك اللي بيسبح حواليك. في غيرك بالبركة مثلا؟ دافع دم قلبي انا عشان اجي ريلاكسنج اليوم واروق راسي. مين الفاضي؟ فاضي يعني جيب احجام حبيبي، جيب في الباسكت اكبر مثلا، جيب احجام والعب هون. شو رايك؟ يا حبيبي اجت الطابه عندك، اجت طابه كبيره، هذا مش شغلي. في مليون اوتيل يحوي اشكالكم. اشكالي انا مش عجبتك اشكالي يا مش عجبتك اشكالي يا معفن؟ روح العب بعيد انت وطابتك هاي المعفنه، بلاش انزل. انت عارف انت بتحكي مع ابن مين؟ زلمه شو قصتكم بهالبلد؟ كل ما تحكي مع واحد انت عارف انا ابن مين وانا ابن مين، يعني مين ابوك انت؟ مين مثلا؟ اسمع هذا ابن وزير؟ حبيب قلبي انت، تعال عمو تعال بهاي الطابق. زلمه بقول لي بجيب لك الاكبر. طيب جيب لك طابة أكبر، ليش تلعب بصغيرة؟ العب 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 هون. الله يلعب هون بدي ريلاكس، أنا جاي ألعب بالطابة أساسا. وزير إيه بدك؟ أنا جاي ألعب بالطابة، وين الطابة؟ شو هذا اللي حاطه؟ كأنك الخبطان سمير. تعرف شو حبيبي؟ أنت حتى ملح رجال ما في بجوا. قرب قرب. يا مين تحكي انت؟ انا شو اللي ما مين تحكي؟ كل واحد بالبلد بتحكي معاه بقول لك ما مين بحكي، ما مين مش عارف مين انا ولا